اليوم داخل عاصمتنا الحبيبة طرابلس، يرتفع صوت مفتشين ومفتشات شؤون الصحة البي من كافة مدن ليبيا، من إدارات شؤون الصحة البي ببلديات ليبيا، من مديريات شؤون الصحة البي على كافة أنحاء ليبيا، ليتجمعوا اليوم داخل ميدان الشهداء للمجاهرة بالإصحاح البي والدخول للخارطة التي تم تصميمها داخل الميدان للتوضيح بمهام والإجراءات التي تقوم بها شؤون الإصحاح البي، ومن ثم الانطلاق داخل شوارع طرابلس لتوضيح ونشر وتوضيح للمواطنين الإجراءات التي تقوم بها إصحاح البي ومهامهم المختصين به داخل البلديات.